تحدثتم معالي وزير الخارجية عن أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين قد أحرزت تقدما ثابتا ومستمرا، وهو ما يعكس حرص البلدين وقيادتيهما على تعزيز وتطوير التعاون في كافة المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الوطيدة والعريقة الجامعة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وهكذا يقطع الشقيقان العراق والكويت الطريق شوطا بعد شوط، ويبنوا العلاقات العراقية الكويتية كما ينبغي أن تكون لبنة لبنة، ويمروا بالطريق شوطا بعد آخر. اليوم العراق بدأ بدفع ما بذمته إلى أشقائنا في الكويت، وأنا أعتقد أنه هذا شيء مهم أن العراق يكون في مجال المصداقية والشفافية مع دول العالم والدول الإقليمية حتى نسترجع سمعتنا الدولية، لأن تعرف أنت هنالك يسمونها الديون السيادية، هناك علاقة طردية بين الشفافية والديون السيادية. مهما كلما كانت الدولة مستعدة أن تتعاون مع الدول المقرضة لها، هذا يجعلها في مأمن. هذه من النفقات الحاكمة، لأنه العراق دخل مفاوضات سابقة وأجل التسديد لمدة 3 سنوات المضت، واعتقد اذا يريد يعني هذه السنه ياجل لابد ان يدخل في مفاوضات جديده. مساله دفع العراقي يدفع 3 مليارات كل 3 اشهر، انا اعتقد انه هذا رقم كبير يستنزف الموازنه العراقيه، خاصه ونحن خرجنا من حرب ضروس ضد الارهاب، ولدينا برامج لاعاده اعمار المناطق المحرره التي تقدر تكاليفها باكثر من 50 مليار، ويؤمل العراق حصول جزء كبير من هذه التكاليف من مؤتمر الدول المانحة في الكويت. Yeah.